بيطرح موقع الفن استفتاء أسبوعي لنعرف رأي القراء. سؤال الاستفتاء للأسبوع الماضي كان: أنتم مع قرار نائب الموسيقيين المصريين هاني شاكر بمنع مطربي المهرجانات من الغناء؟ وكانت النتيجة أنه 54% من اللي صوتوا هن مع هالقرار و46% الباقيين هن ضده. سؤال الاستفتاء لهالأسبوع هو: أي غنية حبيتوا أكتر؟ بنت الجيران للفنانين المصريين حسن شاكوش وعمر كمال، أو رايحين نسهر بوم بوم للفنان المصري محمد رمضان؟ انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو مهضومة لميلا بنت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، وبتبين ميلا بفيديو عم بتغني وبفيديو تاني عم بتمثل، وتغزل المتابعين بجمال ميلا، ومنهم قالوا انها بتشبه نانسي، وغيرهم قالوا انه ميلا بتشبه اما نانسي وبيها الدكتور فادي الهاشم. قالت الممثلة السورية كندا علوش انه فيروس كورونا ما عمل له وسواس، وهو بس ضجة اعلامية عملت خوف لاشخاص كتار، وهي بتاخد الاحتياطات المتعلقة بالتعقيم والنظافة بكل الاحوال، ومش شايفة انه لازم نوقف حياتنا او ننحبس ببيوتنا كرماله. داور رواد مواقع التواصل الاجتماعي معلومات عن مفاجآت رح يتضمنها الجزء الرابع من مسلسل الهيبة، واللي هو الهيبة الرد، وقال المتابعين انه الممثلة اللبنانية فاليري ابو شقرة رح تشارك من جديد بالهيبة بشخصية مريم اللي جسدتها بالجزء الثاني، ورح يكون في تطورات بعلاقتها مع جبل اللي بجسد شخصيته الممثل السوري تيم حسن. الطفل سلطان ابن جبل رح يشارك بالهيبة الرد من بعد ما كان بين باخر مشهد من الهيبة بالجزء الماضي انه تقوص مع نور رحمة اللي بتجسد شخصيتها الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور لما كانوا موجودين بالسيارة مع جبل. توقف تصوير فيلم حفلة 9 للممثلة المصرية غادة عبد الرازق من بعد ما كان بلش التصوير من أسبوع بسبب انشغال أبطال الفيلم بتصوير مسلسلاتهم الرمضانية الجديدة، لأن غادة عم بتصور مسلسل سلطانة المعز، والممثل المصري طارق لطفي عم بصور مسلسل القاهرة كابول. لمعرفة كافة الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليصلكن كل جديد.